بارك لكم. اليوم رانا في ريستورون مطعم الفرسان، مطعم الفرسان معروف في راس الوادي تقريبا اليوم فوق لي بومبي. هذا المطعم هذا عنده وقت ولا يخدم تقريبا يعني نقول لك 50 سنين وراه تقريبا، يعني مازال هو وش هو ديما جديد، ديما عنده جديد، ديما ايوب هذا ديما يخلق لها حاجه جديده. اليوم نشوفوا جديد ورا جديد عند ايوب ورا ايوب دقيقه برك ما هذا هو سي ايوب كما راكم تشوفوا. واش ما جديد اليوم؟ واش كاين جديد اليوم؟ كاين كل الجمال لا والحمد لله كيما اللي حبيت عليها هي سكريها كاينه وصلتها. واش عندنا من الحوت؟ عندنا من الحوت الحوت السردين عندنا حتى الدجاج فوالا هذا جديد نقول لك كنت نعاود سردين هو الحوت والسردين يعني شوا ولك ما نوني وني ابي في دوكا هذا دخلنا جديد اصلا هذه دخلنا جديد السردين على صح اخويا مشوي ولا مقلي ولا اون صوص الواحد الشوايه تزيد اسمها ريستورون الله يعطيك الصحه اخويا ايوب اخويا يفرح العبد يا اخويا واحد انا قلنا زين زين قدروا عادي تاكل حاجه تي واحد يتقلق من مرته ويجي ياكل عند ايوب حتى هو ما يتقلقش منها يجي 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 هذا خميس هذه يسمى خدمة الليل هذه خدمة الليل هذه خدمة الليل تاع النهار الصباح عندنا حوايج جلول شوية في الليل نخدموا لهم خميس طافيري الروز السوب هكذا خفيفة هذه السوب شفت راها ترى شوفوا السوب هذا السوب خفيفة هكذا اي والله راها حاجة خفيفة ليت عندنا لي كراتا ثاني حاجة مليحة تاع لي جيم تاع لي جيم حاجة فور ثاني محرومة بالفورميات الاخر لي جيم واش عندك؟ لي جيم واش عندك؟ عندنا سكالوب نورمال عندنا ماريني عندنا كبدة تاع العجل توجور دوريجين وعندنا اللحم ثاني حاجه طريه عندنا الفيلي ولونتر كوت كباب ومنفوف عندنا لي طون سكالوب ومولي غراف وعندنا الدجاج على اللحم ثاني ها هو راسه عندنا هذا توجور طايب فور زبده هذا توجور زبده ها تاع الجمر هذا دوريجين ها على الجمر ما فيه والو هنا على الجمر ما سير الله يبارك واش راك حبيبنا لاباس بخير صافا واش مع الاجواء هذا مع السخانه مع يعني نورمال عندك حد عندنا في بزاف بزاف ما حكناش مره رانا مانيش ناكل وحده هاي مليح هادشي هذا اللي مكتوب فيه هذا الكل راه في الفيزونتوار الكل يطيب هذا ومزرمي ركبوا ثاني ومزرمي ركبوا الناس ثاني واش تقول مع السخانه هذيك راك تخدم في الوقت هذا تاع السخانه المهم اللي سونسيال اللي يجيب لي دي كليون صافي بليزير يعني شو صار. اي. سخانة Thank you.
الوقت كاين في الجمعة بالخميس بالاربعة اللي يكون ديما كلش راه كاين هنا قايمين بينا دعوة كبارة دايرة كبدة كاين سكارو كاين يا خويا وين تحب تدي ادي للسبيطار اللي داير عملية اللي داير هكذا الخير هاك تشوف فيه الحمد لله كل زوريجين نظافة نقاوة زيد دور منها شوف ها ها الحمد لله ها الناس الكل تاكل اللي جال ها تشوف الطوابل من هي ربي يبارك ها واش نزيدوكم ها وخال من هي ها الحمد لله يعطيك الصحة بارك الله فيك. السلام عليكم مرام علي جون هنا واش راكم بخير لاباس بخير واش تقول في الريستوران هذه واش تقول مليحه لاباس بيان ها وانت اخوي ديما تجي لنا ديما تجي هنا دائما ابوني بديتو بالفريت ومن بعد سكاروف واللحم وهذاك وتخلطوها يعطيكم الصحه سيدي كملنا روبورتاج هذا صغير بعد ايوب حبيبنا وايوب اللي راه احسن شويه هنا في راس الواد وكما راكم تشوفوا كنتوا مع الشعب هذا راس الواد هنا ومن رانيا جاو اللي صافا فيا كانوا كاينين كانوا مليانين وش راح نطلبوا الناس الكل تجي تاكل عنده هذا ريستوران راه هاي كما راه بس يلا هذا هو الدكتور ايوب ايوب شكرا لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.